بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق 23 لهذا الموسم. السباق الذي اشتمل على 8 أشواط أقيم على كؤوس الهيئة العامة للرياضة وكأس نادي الفرسان البريطاني وكأس شركة شيفرون، وذلك على مضمار سباق نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير. وقد قام سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة بتتويج الفائزين بكؤوس الهيئة العامة للرياضة، حيث قدم سموه كأس الشوط الرابع إلى مساعد المدمر الفائز محمد حيدر، وكأس الشوط السابع إلى المدمر الفائز جابر رمضان، كما قدم سموه كأس الشوط الثامن إلى المالك الفائز هادي إبراهيم العفو. فيما قام السيد كريس بارتليت رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون بتقديم كأس شيفرون إلى المدمر الفائز طلال العلوي، فيما قدم السيد ستيفن واليس مدير عام السباقات والعلاقات الدولية بنادي الفرسان البريطاني كأس الشوط السادس إلى عبد الله فوزيناس، كما قدم كأسين للمدمر هشام الحداد والفارس ستيفن لاديج الفائزين بالمركز الأول في الشوط السادس.